ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجع شفاع إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه. أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا نتكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم نلتزم فلا تبعدنا وببابك نكيف فلا تطردنا وببابك نكيف فلا تطردنا وعامل خوفنا وتقبل أعمالنا واصلي أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مالنا وحقق بزيادة أعمالنا واختم بالسعادة أجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يكفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعون إلى عفوك. فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها قلته بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وهلك كفارة أعدائنا وعاملنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك ولا يرحمنا يا رب العالمين.